صعود هو اهم شيء في هذه المباراه. مبروك لمنتخب مصر، اهم حاجه زي ما انت بتقول المكسب والتاهل للمونديال. المباراه يعني انا بعتبر ان مباراه النهارده دي برغم النتيجه الكبيره انما اصعب مباراه عدت على منتخب مصر. النهارده الحماس الزايد عن حد اللي احنا حذرنا منه قبل المباراه كان مأثر على برضو الاداء. اللعيبه كانت متحمسه زياده عن اللزوم، ويمكن فرقه جنوب افريقيا كانت اهدى شويه وكان الاستحواذ ليها. يعني لو هنقيم فرقه جنوب افريقيا كانت الشوط الاولاني بالتحديد كانت يعني في احسن نسبيا من منتخب مصر، وكان في طبعا فرصه خطيره لهم في اللي مرت بالعرض واللعيب ما لحقهاش. الشوط الثاني برضو ابتدت يعني استحواذ من جنوب افريقيا، وكان في قلق وخوف من المنتخب المصري واللعيبه. كان في بعض الناس يعني واحد زي عبد الرحمن مجدي، احنا قلنا ان هو مكسب كبير بعد المباراه الثانيه والثالثه. النهارده الاداء والشوط الاولاني وفي 10 دقائق من الشوط الثاني لا اداء تحت المتوسط، برغم ان هو احرازه لهدفين في الشوط الثاني انما كان مستواه اقل. رمضان عنده برضو حته المسك الكره شويه والاحتفاظ بالكره اكتر من اللازم، انما طبعا نقطه التحول هو الهدف. اللعيبه تحررت من الضغوط اللي عليها، خدت الثقه اكتر في نفسها، ابتدت تبادر بقى بالهجمات والخطوط ابتدت تتحرك شويه من تحت لقدام. عايزين نقول في الاخر مبروك طبعا لمنتخب مصر، بس على الكابتن شوقي يعني في بعض الاخطاء وبالذات الاخطاء الدفاعيه، في تهور شويه برضو من بعض المدافعين في الكرات اللي هي بتمثل ضغط على الفرقه فرقه مصر اللي على ال 18، هيتلافاها الفتره اللي جايه ان شاء الله. مبروك ليهم التاهل، وان شاء الله باذن الله طمعوا الناس اكتر في انهم باذن الله يحرزوا البطوله. يعني كابتن بلال